بالنسبة لزيارة النساء للقبور يبدو أن ثمتها فيها تفصيل، لا سيما أن الرسول قال في نهاية في آخر أمره كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. بعضهم يقول هذا الأمر يشمل الرجال والنساء. في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل النبوي ليس خاصا برجل أو امرأة، ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن حكم زيارة القبور للرجال والنساء فيها سواء، وذهب واستنادا إلى هذا الحديث. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن زيارة النساء للقبور مكروهة، وهذا قول الجمهور استنادا إلى ما جاء من النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لعن الله زائرات القبور، وفي حديث أبي هريرة لعن الله زوارات القبور. وهذا اللعن يدل على أن الأمر ليس مجرد مكروه، إنما أمر كبير، لأن اللعن لا يكون إلا على كبائر الذنوب لا على المكروهات. ولهذا ذهب طائفة وهذا القول الثالث إلى تحريم زيارة القبور استنادا إلى هذه الأحاديث، لكن الجمهور قالوا إن هذه الأحاديث فيها مقال، والحديث إذا كان ضعيفا في إسناده فإنه يفيد الكراهة ولا يفيد التحريم. هكذا جرى جماعة من الفقهاء. كمان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين رأى امرأة واقفة عند قبر تبكي، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتق الله واصبري، فدل هذا على أنها قد ارتكبت إثما لأنه أمرها بالتقوى وما تفعله خلاف التقوى. لكن الجمهور قالوا أن هذا لا يدل على النهي، إنما اتق الله فلا تجزعي. ولذلك لما جاءت إلي قالت يا رسول إني لا لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم يعقب على زيارة القبر. المقصود أن العلماء يعني كل فريق من هؤلاء الثلاثة له دليل يستند إليه فيما ذهب إليه، وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب أن زيارة القبور بالنسبة للنساء مكروهة، وأن الزيادة فيها قد تلحقها بالتحريم إذا كانت تفضي إلى جزع كما فعلت المرأة وجزعت على موت ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. ومن أهل العلم من ذهب مذهبا قال إن لا، المرأة لا تزور القبور، لكن إذا مرت على المقابر تسلم. وحملوا حديث عائشة الذي في الصحيحين ما أقول إذا جئت المقابر، فقال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها. فهذا هو يعني مختصر ما في هذه المسألة من أقوال، وأقرب هذه الأقوال إلى أن زيارة القبور للنساء مكروهة.